المشروع. احنا بنرفض هالمشروع. موقف ثابت لا رجوع. موقف ثابت لا رجوع. لن يمر مشروع الإسمنت، هذا ما أكد عليه المئات من أبناء قرى عنبتة وكفر رمان ورامين في محافظة طولكرم وبزاريا وبرقة في محافظة نابلس بعد خروجهم في مسيرات حاشدة رفضا لاستملاك أراضيهم من قبل شركة سند، وذلك لإقامة مشروع مصنع الإسمنت. ومنتوجه لشركة سند ومنتوجه للحكومة ومنتوجه لرئاسة الدولة انه فورا يعلنوا عن توقيف كل الخطوات اللي قاعدة بتكون فيها شركة سند، وإلا ستبني هنا عنبتة قبور لمن يدخل إلى هذه المنطقة. وهدد المشاركون في المسيرات الغاضبة بسلسلة من الفعاليات الشعبية حتى إسقاط المشروع الذي سيقدم أكثر من 2000 دونم من أراضيهم مزروعة بأشجار الزيتون. لن يمر هذا المشروع، شعارنا الواضح الذي نرفعه اليوم، نقول سنموت تحت جنازير الجرافات ولن يمر هذا المشروع. هذه منطقة زراعية، هذه منطقة يعتاش عليها فلاحونا، لن نسمح لكم بالمرور فيها ولا للاستملاك فيها. وقابلت كاميرا وطن مجموعة من المواطنين الذين ستتعرض أراضيهم للاستملاك، حيث أكدوا على تمسكهم بأرض الآباء والأجداد رافضين التعويضات المالية مهما كانت قيمتها. هذا الحكي لا يجوز ولا يصير للشركة تقلع زيتون مشان تعمل حصمة. وشمينتو أملك 30 دلم في وعرة مسجرة بالزيتون تعمل 100 تنكي سنة الحمل والسنة عليها 70. هذه بنتورثها أب عن جد عن جد، هاي يعني لا يمكن بأي تعويض مهما كان قيمته، نهائيا لن نقبل هذا الكلام نهائيا. هاي أرضنا ولا يمكن نتنازل عليها نهائيا، هذا المشروع فيه ضرر كبير ولا يمكن يمر. وكانت شركة سند الشمال لصناعة الإسمنت طرحت إعلانا حول استملاك أراضي نشر في الصحف المحلية لإقامة مصنع إسمنت ومواد إنشائية ومحاجر ومقالع لاستخراج الحجر الجيري والحصى وغيرها من المواد الداخلة في الصناعات الإنشائية. أرواحنا أهم، حياتنا أهم يا سيادة رئيس الوزراء. ارتكبت الحكومة وسلطة البيئة عدة أخطاء، منها أنهم استملكوا الأراضي بحجة النفع العام، ونحن نرى أن النفع العام يصب في جيوب شركات القطاع الخاص. الناس هنا يرفضوا هذا التضليل. ويشار إلى أن سند إحدى أهم أذرع صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أعلن القائمون عليه مرارا وتكرارا أن هدفه الرئيس يتمثل بتثبيت المواطن الفلسطيني على أرضه، ليتساءل الكثيرون كيف يثبتون المواطن ويستملكون أرضه رغما عنه. من محافظة طولكرم نزار حبش، تلفزيون وطن.